أعلنت الرئاسة الفرنسية أن مراسم تكريم وطنية ستنظم في ساحة الإنفاليد بباريس للمغني الراحل شارل أزينافور الذي توفي جراء قصور في القلب والجهاز التنفسي عن عمر يناهز 94 عاما. وسيشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذه المراسم التي يلقي خلالها كلمة. وقد حيا ماكرون الفنان الراحل معتبرا أن أعماله الرائعة ونبرة صوته وإشعاعه الفريد ستستمر طويلا بعد وفاته.